يقول السائل: والدتي شبه مريضة نفسيا، يقول والدتي شبه مريضة نفسيا، وكنت لا أعلم بمرضها هذا، فقامت ببعض الأخطاء الكبيرة المتكررة. وكنت يقول وكنت لا أعلم بمرضها، فقامت ببعض الأخطاء الكبيرة المتكررة، فمددت يدي عليها وضربتها وأنا بدون شعور. يقول: ماذا علي الآن؟ وهل فعلي هذا يعد من العقوق؟ نعم، لا تقل لهما أف، فكيف بالضرب؟ لا يجوز هذا. ولكن ما حصل، ما دام حصل منك هذا، عليك بالتوبة إلى الله، وعليك بطلب المسامحة منها وعفوها عنك، نعم، والإحسان إليها في المستقبل، نعم.